مشاهدينا، وللمزيد من الحوار والتعليق ينضم معنا مشكورا في حصاد هذه الليلة عبر الرشيد عبر الهاتف عضو لجنة الطاقة النيابية النائب علي العبودي. بداية سيد العبودي، مرحبا بك في حصاد هذه الليلة. الكهرباء تعلن بين قوسين استيراد الطاقة من إقليم كردستان وتركيا بواقع 650 ميجا وات بالمجمل، هل هذا حل؟ يعني إن كان هذا هو الحل، لماذا لم تقم بذلك سابقا؟ يعني أنا أول مرة أسمع حكومة تستورد كهرباء من محافظاتها. لا، الصوت ما واضح، يعني ممكن إعادة السؤال؟ أعيد عليك السؤال مرة أخرى. الكهرباء سيد الكريم سيد العبودي، الكهرباء تعلن استيراد الطاقة من إقليم كردستان وتركيا بواقع 650 ميجاوات بالمجمل، يعني برأيك هل هذا هو حل؟ إن كان هذا هو الحل، لماذا لم تقم بذلك مسبقا؟ السؤال يعني الوجيه، يعني أول مرة أسمع حكومة تستورد كهرباء من محافظاتها الشمالية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، ابتداء تحية طيبة لكم ولجميع متابعي الرشيد. أهلا بك. فيما يخص ملف الكهرباء، هو الملف الأكثر خجلا في منذ نشوء العملية السياسية الجديدة إلى يومنا هذا. هناك إرباك كبير وهناك غطاء سياسي لملفات الفساد. نعم. وعندما نتحدث عن ملفات فساد فإننا لا نتحدث عن يعني أرقام خجولة، وإنما ميزانيات دول مجاورة لسنوات. نعم. أمام هذا الإرباك الكبير والحاجة الكبيرة والتوسع السكاني والمناطقي والعشوائي وكل شيء بالعراق، لا يوجد هناك أي تخطيط، يعني الأمور تمضي باتجاه العشوائية وإرضاء الخواطر وإرضاء الدكاترة الاقتصادية على مصلحة البلد. نعم. لذلك المخرجات اليوم هي ليس مفاجئة، المخرجات طبيعية لأداء خجول، أداء سلبي. يعني هذا الموقف اللي نمر به اليوم هذا ليس يعني وليد لحظة، وإنما ما هو التفسير المنطقي اللي يقول لي انه انا اهدر 62 مليار دولار امام هذه الهزيمه الكبيره؟ فلذلك عندما تكون هيبه الدوله غائبه فالمخرجات تكون طبيعيه. علينا ان نقبل بالواقع، نجي هنا ما هي الحلول؟ دائما نفكر في الحلول عندما تقع الفأس بالرأس، اخذناها مثل الثوب اللي بدينا بعد ما نقدر هذا الثوب نتخلى عنه. سيد العبودي، الحل سيد العبودي، تبحث عن حلول. الحلول يعني اليوم انت امام يعني حاجه قصوى، امام ارتفاع درجه حراره 52 ل 54 درجه مئويه، هذه حراره جدا كبيره. نعم. تحتاج الى يعني انت اذا تتحدث بالاماني فالاماني لا قيمه له، اذا تتحدث بالمعالجات اللي يفترض ان تكون واقعيه هذه قد تزعج الجميع. نعم. نجي للحلول الترقيعية، الأمثلة اللي ذكرتها حضرتك، الحلول الترقيعية أن نستورد كل شيء بطاقات لا تلبي الطموح، لأنه الاحتياج كبير بسبب الفوضى في الاستيرادات، الفوضى في عملية العشوائيات، الفوضى في مسارح جدا كبيرة. فلذلك نحتاج أن تكون يعني هذه الاستيرادات تعالج المشكله ولا تعالج المشكله، لانه طيب. المشكله كبيره جدا والحاجه طيب. اعظم. سيد العبودي، ما حجم ما تحتاج البلاد الان من الطاقه الكهربائيه؟ يعني شنو اهميه الربط الخليجي الذي يعني حدث في الاونه الاخيره؟ كم من الوقت يحتاج العراق لاتمام هذا الموضوع؟ نعم. اليوم العراق يعني هسه الواقع الانتاج الفعلي هو تقريبا اذا اردنا نتحدث ب يعني بالانصاف هو 17 المتوفر حاليا، هناك حديث 15000 ميجا. تجي لاحتياجنا الفعلي ممكن انه احنا بحدود ال 26000 ميجا ممكن انه تعالج. طاقات تصميميه بالمناسبه، هناك يعني محطات للإنتاج تقدر بال 32000 ميجا، لكن طاقات إنتاجية. الطاقة التصميمية مثل ما يعرف الجميع عادة عندما تكون أوقات الذروة وقت العمل لا المحطات لا تعمل بكفاءة
100% كالطاقة التصميمية، وإنما هناك حدود 25% من إنتاج الطاقة الفعلية اللي هو راح يتحقق بالواقع. فاحسب حسابك 25% يتم إزالتها من 2030. فأيضا هم إذا أردنا نروح بهذا الاتجاه فمو نعم. معناها أنه إحنا نوصل لل 17. طيب. إحنا حاليا 17 فمعناها أكو عندنا مشكلة جدا كبيرة في خطوط النقل، وعندنا مشكلة جدا كبيرة في آلية التوزيع. نعم. مشاكل جدا كبيرة. كل الوزارات اللي إجت اشتغلت بعملية الإنتاج وتناسق الموضوع الأهم اللي هو النقل نعم. والتوزيع، لأنه شلون نقدر نقول مصادر الأموال الكبيرة عادة ما تكون في عملية الإنتاج. نعم النائب نعم نعم النائب علي العبودي عضو لجنة الطاقة النيابية حدثنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك انضمامك إلينا في حصاد هذه الليلة، شكرا جزيلا لك.